إني أحب الهاشمي محمدا حبا تهيم به القلوب وتخفق في كل حين أستلذ بذكره فالعين تدمع والجوارح تنطق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. داود، يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة عصب برنامج كيني كهد لي طب النبوية. ما أنت وحين سوق أرني نبات مجد أدي 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 ماركتي وقيمة بضن صومال رنتي أطيل ونهاينا رنتي قيمة بضن أكتين كتاقا والله ما يابا قوري يعني قوري قوري هنا كمي ذي إن لقوا أيو إن لقوا أيو رنتي وما بضن وهي قيمه سرنتي واحد مودة حتى تذكر قلبيت كي مركي وينيين با حتى تضبضون المسلمين يعني قيمه الدينية اللي هي يماركت وحيارة على قشة يقولون وحبضنا كوغين، لكن بسبب قيمها دينية بسبب يعني رجل بيت كعفمات بدون كل شيء جاي إن وحوي يعني قفكي وقرقيسي صورتكتي، لكن تذكر أنت بدون تروح تربي وحيان جيت كسوة جيت كان زيتون كله يقانا شجرة الزيتون جيت كزيتون وجيت هو جهر يجي يدون كبنان كوبرتي تاريخ ذحلي جي جهر يسيب على برتي مري هذا العنية وحوي يعني حاب عم بلو استعمالي سليد بلقى سوساري ضب بلقى شيدني دواء له استعمالي قيت كنسي تون كنا قرآن كإله سبحانه وتعالى وكل شيء جي النبي قل صلوات الله وسلامه عليه سنه يسوينا وينقول شيء جي النبي قل صلوات الله تعالى سنه يس قيمة غذائي قولي هنا علماء ذات بدرستي أدب اللودني بشرية دي بنادك وأدب الدنيا وقت كل حاضر كانوا علماء وقت فربضن 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 بيجليين وحنا سليد سيتونتو وسليدها وقفي عن أنت هذا قفك من هذا كحق الردق ردقك وقفي عن وفائدة بضن وحويا قيد كاني وقيد أهل الله يقانو استعمالات فربضن رنتي له ويعني ضدك سياه فربضن استعمالان إلهي سبحانه وتعالى قيد كان زيتون كتاب كيسو كشاقي وتيني والزيتون بإلهي سبحانه وتعالى سواء داران أيه وشاقي وأماني وإلهي سبحانه وتعالى سورة النور أيكو أماني أو شاقين قيد بركيسا وزيتونة او بريئه كرن عقل بيت هنا هيد انا هين او يعني الله سبحانه وتعالى يعني انضبي تاون كل تفسير كذا وقت كذا ما تشوفنا، لكن الله سبحانه وتعالى من قيد كما زيتون كاين كتاب كذا كل شيء ايون باينودنا والنخله والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان الله سبحانه وتعالى يلي الطبري رحمه الله تعالى تفسير كيس سيد ابن عباس القسورينيو وعلي زيتونكم منافع فربنا بولي هي طب على قشيده مرقها بان لو استعمالو سيدي سار رودي لوغو دوقا وحويان وحبا مركا وحلا دبغينيو اما وحلا كلر لمرينيا لا استعمالا حابا لو استعمالا وحوي لو جيدكي اوغو هريي اي ادونكا كاسوبخا وا جيدكي اوغو هريي اي طوفانكي مركو طوفانكي نبي نوح دماداي جيدكي اوغو هريي سوبخا غوريها نبييدا جيدكا وا لوغو بيري جيري بويلي اي دولكا مقدسكا وعاود دعيه الضباط النبي ايا بركه ودعيه وكمدي هي نبي ابراهيم يا نبي محمد عليه الصلاه والسلام ويلي اللهم بارك في الزيت والزيتون لما شهر ايو يلي قران كنا جيتك يعني وحويان جيده ادونك ان بضنين بضان بضنين وجيتك سي كمدي هي الله سبحانه وتعالى كتابك يسو زيتونك وشيغي وهي هي جيت صحراقه كصوبها تاسنا وحي كانتي سيده مفسرين تو شيغان مربع دي كليجي تاغنت هي سريدة كسو بحضا ايا وقيمة بضنانيسة وكوالتي بضنانيسة ما هي ما همد سبيورا حقرين عباريك وكليا امرين عقل بيتك وكليا ولكنها وحوية وشرقية باري قلبيت انت والقيه ليا زيت كيدنو في عي هاي زي ابن زيد وحوشيق وحويلي وقيت كنوا قيت شامة وباري قلبيتونا هاين قيت كشامنا وقيت كقيت وكبركة بضن
وهي الأرض المباركة مر بعد الشام تهاي وارو مباركة كل يوم يالو قبلنا يوم يالو جيت كايو يلي مفسرين ترون تيادية بمارته واحد لين الذهبي رحمه الله تعالى سيد طب النبي وشيء عن عقبة بن عامر وحيري عليكم بزيت الزيتون كلوه زيت الزيتون كعونة ودهنوا به إسمارية سريد ديذا فإنه ينفع من البواسير سيد ابن الجوزي رواه ابن الجوزي سيوحي بواسيرته أي دووية هاي أنا سوحا لك سووري سيد حديث كترمذي سووري نبي عليه الصلاة والسلام مدحي سوح مرنش لي سلي تيتون تا طبعا ترى قال كيس نو مرنش لو فيري كري عليه الصلاة والسلام واحد موذي كتا ممرتو بكيسة توب وزيات كل سلي دي قفك سلي دي بيا يد موذي كتا النبي عليه الصلاة والسلام ممرتو بكيسة سلي سلي دي تي قال كسو داعيسي أي توب كيسة صلوات الله وسلامه عليه أي ود عيسي ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب كزاد المعاد طب النبي قاعد بوقها الله وشاقي ولا مدن سوق خلافين تين كي زيتون ك ابن عباس وحول تين كوا مساجد كنا بالنوح جودي صارنا زيتون كنا وحول وبيت ومساجد كبيت المقدس كويا لا أي علماء بريليهين قولوا إنك لو حيل هذا تين زيتون كوا مقالوين مكان كعب وحول تين كوا دمشق زيتون كنا وبيت المقدس أقوال في رمضان بالغ شيء جاي أورتي يعني أنا فائدة بظني إنه الله يشيء قد يدو زيت زيتون كي يطب النبوي ك وحا سيدا ميلاه فقيده وحلقة ورمي وحكم إذا نك داود الأنطاكي كتاب كيسة لهذا تذكرة أبي داود تذكرة داود تذكرة وحلقة مكة وتذكرة أولي الألباب والجامعي للعجب العجاب أيضا هذا كتاب كيسة مؤلفات كيسة سيوحي مكة وكهلية دوين كفرمسيقي وكهلية قرنقي وحنولا كوبيت منادي هجرقا هيد أما تطبيت منادي ميلادقا ها وحلو نسبية أبي داود عمر الأنطاكي وحكاها اللي أذوقها اللي عشاب تطبقا كتاب كوا صدح مجلد وحكوها اللي كان اللغة اليونانية مكايو الدقي ودمشقية يقاهرنا وشوكشوكي كري مكانا وكل دنتي هذا الذي سوحه عن صناع داود الأنطاكي إنه يليه عالجه كل مريض بعقاقير أرضه فإنه أنفع لصحته قفلوا حنوصني أبو يلوح كود دويسان دوين كي عشاب تطلع الكودكي هاي المرء ابن بيئته ذوك الهويان مركا ما لها سوء دقية هاي ودوين كيذا ونهلو دوية مقفل بمنطقة قوبته وتشوقه هذا الذي ساعة عنك هايد داود أنطاكي قيب لباح وكقال لتذكير داود وحياله شيق وزيزيتون كشيق وحكم ذا وحويلي أدي بيكلوا اللقو عبوه وحويان بيكلوا سليسيتون تلقو داروه على الحنونك يعصيرات دا يدووي هاي وحو دووي هبوي لقولونك وحو دووي هو إريابوه لدرحية ذي بكتيريا ذي ولدق على معلوشة وحو لك حانتا أيو لدق على ما كليها ناو صفية وحو شاقي دبر حانونك أيو دووي هاي وحو شاقي الرضا تمها أيو دووي هاي يتمه هنا قفة كردعان قفة يتمه كردعان إسري تدون تستعمالات تميه السوحوق وقما يعني متساقط كمردعو كذلك وحشيقي إن عنعنك إيا جربك إيا سلاقة وحلو يقانو إنو سبحان الله ودووي هاي وحشيقي أدي الله ديقو ومدده كي مدولي بكو كدن بي أيو مارتي كفي عيه بويري كسنة دي هلا كلابو سنة يهلا كواناكسنو ككوارتي بضان كصدح سنة يهلا ككوارتي بضان إلا إيا مدده الضبص النضوضة إيا سلي تيتون تميلا ليك ريا وحلالي حكود عيابا يراتي آني كيرين أيو كذلك إنو شاقي تيمه دووي هايبويلي وحويلي سكينكا أيو دلالي يعافما ذوي هايبويلي وحويلي فنانكا يدعي عانضا أيو دووي هايبويلي وحويلي عردكا أيو دووي هاي وحويلي أسكاكا يحتردذتكا أي الله سبحانه وتعالى قف من هذا كورتي سكاكا عينيا زيد بن أرقم نوح اللي قصه وريين والنبي يقول عليه الصلاة والسلام ينفع الزيت والورس في ذات الجنب وعقفك من هذا كعاوية حنون نظن قفك اللابتك كدعا يحنونك يحنون حمضة يفتح حنون نظن قفك هيا وحي دووي هاي سقي هرود وحي دووي هين حنون نظن الزايمركا حنون نظن كتا كود إلوشيها كوليسترول كو ولاجية سنكرته مستوى في عند كودجية شركة أي قفك بنانا كأفرا الكيبو 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 كسو لقاه الأمريكا وقول سيس الزيتون مسيتون كا ضرب ضرب على وشيء جاي هذا سوريا يوب الله بدنا يا موطن كي وقول رجيه اللي حكون أصلا نضوت كهر هي سوريا
lagu sheegaya marka aad tagayd ku wageed noocaas kutubta chinese kutubtooda waa laga helay kutubta romaanka waa laga helay kutubta greega waa laga helay marka geedka zeytuunka loo yaqaan waa runtii waa geed yani aad iyo aad u caafimaad badan qofka binaadanka hadii toon lagu tiriyo zeytuunta hadii toon lagu walaaqo dhiikarka ayay hoos u ridaa waxa weeye laba maqacdooda waaweyn haddii cuntada ka hor nuso saaca la cabo qofka binaadanka wuxuu ka caawinaya in calooshu istaagin calooshu socoto sanku hadduu qofka xidhmo oo laba dhibcood lagu rido ama dhegta laba dhibcood lagu rido sidaasi leeg waxaay yani culammadu yidhaahdaan arrintaasi dawo fara badan ayay caafimaadiyan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qofka caafimaad ku siinaya waxyaalaha uu caanka ku yahay haddii shaah lagu daro waxa weeyaan kaadida haddii qofka ku istaagto shaah oo dhibco shaah lagu daro saliid saytuunta ilaahay caafimaad buu qofka ku siinayaa xanuuno farabadan ayaa ilaahay jalla wacala qofka binaadanka caafimaad uu ku siinayaa oo waxa weeyaan xanuuno fara badan oynu garanayna iyo kuwa aynaan garanaynba ilaahay jalla wacala qofka binaadanka uu ku daweynayaa dhiikarkiiba xitaa imika la ogaaday buu yihi si weyn u xanuunkaasi qofka binaadanka wuxuuga qabanayo waxaana kiisa ugu wanaagsanna waa ka ferjinka ama extra ferjinka loo yaqaano waayo waa la casirayaa tii la casiray haddana lasii casiraya haddana waa lasii casiraya markaa casradii ugu horeysay dee qualitygii ugu badnaa ee ugu weynaa taas ayaa insha allahu tacaala ee laga helayaa qofku markuu iibsanayo ha isku dayo inuu runtii iibsado waxa weeyaan taa qualitygeedu taa ugu horeysa qualitygeedu ugu horeeyo saliid saytuuntu fawaa-id fara badan bay leedahay xitaa wadnaha caafimaad bay u tahay oo sidaanu sheegnay dhiikarka hoos bay u ridaa keliyaha waynu sheegnay iyada laftirkooda siday sheegayaan dawo ayay u tahay marba haddii loo duceeyo layihi waa geed barakeysan ninkii ibn sina la odhan jiray kitaabkiisa alqaanuun fi ṭib aada buu uga hadlay wuxuu sheegay saliid saytuuntu inay tahay geed weyn oo ballaaran geed barako badan xanuuno fara badan dad badan baa ku daweeyey buu yidhi xanuuno fara badanna dawo ayay u tahay waxaana aada uga hadlay in qofka binaadanka jirkiisa inuu isku yani da ahaan uu isku coodhcoodho oo waxweye dhiyadu yeesho ayaa ilaahayna subxaanahu watacaala qofka binaadanka kaga daweynaya qoloonka isaga laftigiisa hore ayaynu u sheegnay geedka zeytuunka loo yaqaanaa dhinac walood u qaado ilaahay subxaanahu watacaala qofka binaadanka caafimaad ayuu ku siinayaa haddii lamar la biyo kulul lagu daro haddii mar biyo qabow lagu daro waxaa faa-iidadiisu ay tahay inaanu sheegno inuu geedkani uu yahay geed microbka la dagaalamaya caloosha faa-iida u leh colesteroolshii faa-iida u leh dhiikarkii faa-iida subxaana allah dhiikarkii faa-iida u leh jirkii dhalaalkiisa faa-iida u leh culamo fara badanna waxay imika xaqiijiyeen geed in saliid saytuuntu inuu yahay geed kansarka qeybo fara badan oo kansarka ka daweeya qeybo fara badan oo xanuunada indhaha laftirkooda dhibic yaroo lagu shubo inuu insha allahu tacala isaga laftirkiisa uu dawo u yahay laakiin ay tahay marubadii qofku inuu dhakhtarkana la tashado qofku intuu barnaamijka daawadaan oo dhan wadaadkiisaas u yihi dabeetana aanu isku shubin laakiin dhakhtarka laftirkeedu inuu dhakhtarkana kala tashado waxyaalahan dee ay diintu inoo sheegtay diintuna runtii wax qaladi inooma sheegayso runtii culammaduna intooda badan waxyaalahan ka hadleen waxyaalaha ay runtii tajrubo ay u tijaabiyeen guri walba runtii in geedka la helo inuu yaallo oo saliid saytuuntu ay taallo cuntada wixii lagu darsanayo lagu darsado saladhka lagu darsado dadka isdhuubaya ee ku jira jiimka ama ku jira yacni jirkooda jecel inay ka shaqeeyaan oo inay caafimaad runtii ay dareemaan iyaga laftirkoodu inay saliid saytuunta isticmaalaan si gaar weliba saladhka iyo saladhka fruitka iyo vegetable-ka iyo inay ku daraan weliba saladka inay aada iyo aada ugu darsadaan dalalka halkan badda cad mathalan lubnaan iyo maaragtay greega iyo cyprus iyo meelahaasoo dhan dadka wax weyaan xanuuno fara badan jirkooda u dhalaalaa xanuuno fara badan oo wadnaha ay kuma dhaco dhiikarku kuma badna colesteroolku kuma badna maxaa yeelay cuntada waxa weeyaan hadii jir cuntadooda dhalada saliid saytuuntu way agtaala saladhkii bay ku darayaan xumuskii bay ku darayaan tabuulihii mutabalkii bay ku darayaan saladhadii kala duwanaa bay ku darayaan digaagii la shiilay bay ku darayaan beerga wax waloo cunto ay karsadaanba sidaas sida inagu milixda oon caafimaad ahayn ama sonkorta oon caafimaad ahayn aynu u qubno aynu ugu shubno ayay iyagu subxaana allah saliid saytuunkaa barakeysan ee geedka ay ugu shubaan markaa runtii waa geed barakeysan waxa weeyaan inu ka faa-iideysano caruurteenu xitaa markay xanuunsadaan in waxa weeyaan qufacyo waxaas laga dareemo in inta yaroo in yar la diiriyo waxa weeyaan saddexda qulu xitaa ayatul kursi inta lagu akhriyo la mariyo
ولما نطق القرآن كآخر ذا رهن تياد بي قيت كملكو بركيسي هاي قرآن كين الغوت فو إلى سبحانه وتعالى بركيسي توصي بدنا يا برك هذه كربية هي سيدي سيتون تي ولا الغوت فا وقفكو حوي عندي سقيو قيت كبركيسي قيت كلي جيو يبركيسي قرآن كقفك حنوسني يا مرصدا واللي بس كار الله بتشرك الله بتوين كيس مريا تضبهم أكون تفاعل أفاد كسيي أنت إن شاء الله وتعالى حلقة صوص عطاء كوض هل دونا إن شاء الله وتعالى وحن كهل دونا توبينتا أنت إن حلقة قال دونا هبين كصوص عطاء خير في ربنا هذه كتجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. إني أحب الهاشمي محمدا حبا تهيم به القلوب وتخفق في كل حين أستلذ بذكره فالعين تدمع والجوارح تنطق.